مشاهدي اي سي سي بالعربي، اهلا وسهلا بيكم، معاكم احمد مجاهر اي سي سي ترينر. النهارده هنشرح ببساطه الاناتومي بتاع عضله الترايسبس او تشريح عضله الترايسبس. لو انت مبتدئ او انت مدرب او انت لاعب او ايا كان، تعالوا مع بعض نراجع معلوماتنا عن عضله الترايسبس. النهارده هنقول لكم معلومه قد تكون جديده عند بعض الناس بخصوص عضله الترايسبس، وزي ما عودناكم قبل كده واللي ما شافش حلقاتنا اللي فاتت يرجع يشوفها في البلاي ليست بتاعتنا شرح الاناتومي للمبتدئين، عشان يتعلم ازاي يقدر يلعب العضلات بطريقة صح، وفي نفس الوقت تارجت يعمل استهداف للعضلة من غير ما يكون في ابداعات بقى واختراعات وهبد والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. زي ما احنا عارفين عضلة الترايسبس بتتكون من ثلاث رؤوس. اول هنا منشأ هيكون في السكوبولا من الحتة دي من تحت باللون الاحمر، لو الكاميرا جايباه هتشوفوا اهو، ده اول منشأ لعضلة الترايسبس. انفراجلانويد تيوبيكال اوف سكوبولا، هنا من السكوبولا منشأ، ده اسمه منشأ اللونج هيد العضلة الطويلة. طيب العضلة اللي هي اللاترال هيد ونركز في الموضوع، هنلاقي ان الراس بتاعتها هنا من لو قسمنا الهيومرس دي تلات ارباع هي بعد الربع الاولاني هنا كده بالظبط بيكون الاتاش بتاع عضلة اللاترال هيد او العضلة الخارجية اللي بتسموها للترايسيبس. الله، طب المنشأ التالت فين بقى؟ هنلاقي المنشأ التالت الميديال هيد، العضلة اللي هي دي بتحت العضلة اللاترال، هنلاقيها احنا قلنا ده في التولت الاولاني بعديها كده تقريبا في منتصف الدراع. يبقى انا كده عندي التلات رؤوس بتوع عضلة الترايسيبس. الله، هما اللي بيعملوا اتاش فين بقى دول؟ بيعملوا اتاش مع بعض في اتاش واحد بس. فين بقى؟ بص الكوع هنا لما نتنيه هنلاقي هنا في اوله، لو الناس هنا بتذاكر اناتومي بالظبط، ادي هنا الاتاش بتاع عضلة الترايسيب. معنى كده ان اي فليكشن اكستنشن، فليكشن بقول تاني اهو اكستنشن زي ما خدنا عضلة البايسيبس، ده بيستهدف ترايسيبس. اه والله بيستهدف ترايسيب. طب عملت ايدي كده يا كابتن وانا بلعب، ها نركز، عملت ايدي كده هل هتفرق؟ اه والله هو فليكشن اكستنشن زي ما هو. الله، طب لو انا عملت هنا بقى ها كيك باك فليكشن، ركز اهو في الحركه البايوميكانيك، اكستنشن فليكشن اكستنشن، ها هتفرق؟ هي هنا بقى مش هتفرق، بس في هنا ملحوظه صغيره تعالوا نشوفها عملي عشان نفهمها اكتر قوي. لو جبنا شريط اللحام دون تمام وقلنا تعالوا نعمل الاتاش بتاع عضله اللونج هيد، خليكم شايفين اهو، وجينا عملناها، احنا قلنا هي اتاش من هنا اهي بس هي من تحت عشان ما حدش يقول الكابتن لزقها من فوق وبدا احنا مش فاهمين الشكل عامل ايه، تمام؟ وهنعمل لها الاتاش، هي طبعا طويله مش اتاش هنا في الهيومرز، اتاش هنا طبعا فين؟ قلنا بس نفترض هنلاقي ان اي حركه، ركز في الحته دي، باك كده اهو وقدام عضله الترايسبس اللونج هيد بتشتغل معايا. معنى كده ان اللونج هيد لو انا عملت ايدي لورا كده هتشتغل؟ اه طبعا، دي من ضمن الحركات بتاعت عضله الترايسبس، ويمكن المعلومه دي جديده عند بعض الناس، لان اغلب الناس كلها لما بتيجي تلعب عضله الترايسبس تلاقيه يقول لك ايه، العب كده مقلوب، والعب كده مش عارف ضيق، والعب كده كيك باك، والعب كده ديبس، على اساس ان دي هنا تستهدف العضله اللي بره واللي جوه والكلام اللي انتوا بتسمعوه كتير ده. لكن كاناتومي الماسلز بتشتغل مع بعض كماسل جروب مع بعض. لو نتخيل ان الثلاثه اتاش في الاماكن دي وهنا في مكان واحد، فاي فليكشن واكستنشن هو شغال، وخصوصا بتاعت الهيومرز. ايه بقى التجديد؟ هنا كوع البره وكوع الجوه. الفرق الوحيد هنا في اللونج هيد اللي هي اتاش هنا هو من السكوبولا تمام، واتاش فين؟ يعني ده الاورجن وادي المنشا بتاعها. تعالوا مع بعض نشوفها على الشاشه عشان تبقى اوضح اكتر. زي ما هي واضحه قدامنا على الشاشه، ادي اول راس اللي هي بتاعه اللونج هيد، هنلاقي المنشا بتاعها اهو انفراجلانويد تروبيكال اوف سكابولا، وده المنشا الاولاني بتاع اللونج هيد. بيجي بعديها الراس الثانيه اللي هي اللاترال زي ما هي واضحه هنا كده، زي ما قلت لكم لو بنقسم الهيومرز على ثلاثه هي في التلت الاولاني اتاش بالظبط كده الهيومرز، تحتيها بقى اللي هي الميديال هيد،
تمام، دي بتخش في التلت التاني. واتاش كلهم مع بعضهم لو احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة، اتاش فين بقى؟ في اول بداية الألنا اللي هو المفصل الموجود قدامنا ده بالظبط كده. وبالتالي اي فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن، ترايسبس ثلاث رؤوس شغالين، عشان ما حدش يقول لا ده كده بشتغل الراس دي وما بشتغلش الراس دي والكلام ده. ثلاث رؤوس بيكونوا شغالين، فليكشن اكستنشن. الفارق الوحيد بقى في اللونج هيد الحركه الاديشنال اللي هي واضحه قدامنا على الشاشه. لما اجي اعمل ايدي لورا بالشكل ده اهي واضحه اهي قدامكم كده، انا بشتغل معايا عضله اللونج هيد من الترايسبس. فممكن لو انت بتنوع في التمارين تبتدي تلعب تمارين فيها زي الكيك باك، او ان انا بعد ما بلعب كيك باك ارجع اكتر لورا، دي بتعصر معايا او بمعنى اصح بتشغل او بتاكتيفيت معايا عضله الترايسبس اللونج هيد بطريقه مهمه جدا. لو عجبكم موضوع الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واستنونا في حلقات تانيه اجمل واحلى في سلسله اناتومي للمبتدئين. كان معكم احمد مجاهد اي سي سي ترينر.